هل سبق وأن قال لك أحدهم أن وجهك شبه البومة؟ لا داعي لأن تتشائم، فإن هذا الطائر وديع جداً ويمتلك خاصية الطيران الصامت. باستطاعة هذا الطائر الانقضاض على 5000 فأر في السنة الواحدة وبسرعة 4 أمتار في الثانية دون أن يحدث أي صوت ناتج عن رفرفة جناحيه. يعود السبب في ذلك إلى عوامل كثيرة، من أهمها امتلاك البومة لأجنحة مغطاة بطبقة من الفراء الحريرية وبها أهداب ونهايات خلفية تمتص الأمواج الصوتية، إضافة لكون جسمها صغيراً مقارنة بجناحيها الكبيرين اللذان يساعدانها على الطيران بهدوء دون توليد دوامات هوائية كبيرة خلفها. تمتلك البومة سمعاً حاداً وأذنين لا تقعان على سوية واحدة، ذلك لتحديد مصدر صوت الفريسة أفقياً وعمودياً. كما تمتاز بوجه قرصي الشكل والذي يساعد على التقاط وتوجيه موجات الصوت نحو الأذنين. أفادت هذه الخصائص الباحثين في تطوير تصاميم الطائرات وعنفات توربينات الرياح لجعلها أقل ضوضاء، إضافة لتطوير الأجهزة السمعية المساعدة لكبار السن. وكمعلومة إضافية، البومة أحد نظراً من الإنسان بمئة مرة وتستطيع الرؤية في الظلام بوضوح تام بسبب شدة تحدب عدسة العين لديها، وكل 1 ملليمتر في شبكية عين البومة يحتوي على 56,000 نقطة حساسة وتستطيع إدارة رأسها 250 درجة. وكالعادة لا تنسى مشاركتنا رأيك إن أعجبتك المعلومة.